تعالوا نشوف سيد قطب في مقطع صوتي يقدر يعكس طريقة تفكير الإخوان كناس دمويين قاتلين. تعالوا نسمعوا. إن الطريق ليست مقروسة بالجهود والمنون، إن الطريق مقروسة بالأسواق، لا بل إنها مقروسة بالأسلام والجمادم، مزينة بالدماء غير مزينة بالعيون والمعاقل. إن الطريق طويل. الطريق طويل وكله دماء وكله أشلاء، وهو ده اللي حصل. يعني ده المنظر ابن تيمية بتاعهم، يعني مش عايز اخش، بس ده النبي بتاعهم، المنظر بتاعهم، صاحب الرساله سيد قطب بيقول الدماء، وده اللي حصل. هو كان مجنون بالمناسبه. شوفوا كلام بيقول الشهيد سيد قطب بهذا الفكر. في واحد بيقولوا عليه الشهيد سيد قطب الاخوان، بيقولوا عليه مسمينه شهيد. الشهداء الحقيقيين مش اللي بيقولوا جمال عيد ولا الاخوان، الشهداء وعايز اقول الرمال اللي بتطأها أقدام شهدائنا زي منسي وزي شبراوي، هم دول الشهداء الحقيقيين الوحيدين بالمناسبة.